السلام عليكم إخواني أخواتي، إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد يتعلق بديستورسيون دو لونفلوب. وهذا الدرس غادي نشوفوا إن شاء الله على لوجيسيال ديال إليستراتور. دونك كيف قلت لكم سابقا، العنوان ديال الدرس هو ديستورسيون دو لونفلوب، سادير كومون ديستورد ان انسومبل دي زيماج افيك اون فورم، يعني كيفاش يمكن لنا واحد المجموعه ديال لي زيماج ياخذوا الشكل ديال واحد الدائره. دونك اولا غادي نحاولوا نعرفوا فين موجودين لي ديسورسيون دو لونفلوب في الانترفاس ديال اليستراتور. دونك عندنا هنايا تمشيو نكليكو على لو مينو اوبجي، ابري اون كليك سور ديسورسيون دو لونفلوب اي اون في نوتر شوا كريي دابري لوبجي او بروميير بلان. والشكل اللي غادي نحاولوا نديرو هو هذا، صادير عندي واحد المجموعه ديال لي زيماج ياخذوا الشكل ديال هاد الدائره كانها على شكل 3 دي. دونك يعني الشكل اللي غادي نخدمو دابا خصنا نديرو ان نوفو بلان دو طرافاي، اون فا كري ان نوفو بلان دو طرافاي. غنمشيو نكليكيو على لوتي بلان دو طرافاي اي اون فا كليكي سور نوفو بلان دو طرافاي. باش يعطينا واحد البلان دو طرافاي جديد اللي غادي نالينيوه مع لو موديل ديالنا ونحاولو نشوفو الشكل ونخدمو بحالو في هاد لو موديل هذا، في هاد لو بلان دو طرافاي. دونك باش نفاليديو هاد لو بلان دو طرافاي خصني نمشي نكليكي على لا فلاش نوار. دابا غادي نمشيو نامبورتيو لي زيماج ديالنا هما هادو، اون فالي كليسي في لو بلان دو طرافاي ديالنا ونحاولو نقصو من لاطاي ديالهم اون كليكون سيغ شيفت وما حدهم سيليكسيوني كلهم، غادي نحاول ندير ليهم انكوربوري باش يوليو الى بارتيان لو فيشي ديالنا، يعني بحال اللي تنقطع الصلة ديالهم مع لو دوسي، يعني ما نبقاش نحتاج ليهم سيغ لو دوسي، يوليو في قلب لو فيشي ديالنا. دونك نحاولو واحد ليماج كي ديباس لا طاي دي زوطخ، غادي نحاول اجيستيها مع لي زوطخ زيماج، فوالا. ودابا نحط لي زيماج ديالي نفرقهم، هما كلهم عندي مجموعين هنا، فوالا، ونحطهم على هاد الشكل هذا، ومن بعد نحاول ندير ليهم لانيونيومون. هداك لانيونيومون مغاديش نديرو بيدي بطبيعة الحال، غنحاول اجيستيه بواحد لاباليت لي هي لاباليت الينيومون. الباليت الينيومون اللي موجوده مع لو جروب ديال باتفيندر. دونك الباليت الينيومون هي هادي، نورمالمون تتبان لينا الباليت بحال اللي مفتوحه كامله، هو لا خصني نمشي نكليكي على لو مينو كونتكستيول ديال الباليت الينيومون، عاد نفتحها في لي زوبسيون ديالها. دونك افيشي لي زوبسيون، يعطيني لي زوبسيون ديال الباليت الينيومون. دونك باش نالينيوهم خصني نمشي نسيليكسيوني هاد لي 3 زيماج، on va les aligner comme ça alignement vertical vers le haut. D'accord, donc on aligne tout le monde. Il y a un chariot ici en dessous qui permet de dire qu'ils vont aligner avec cette image. Voilà, on va faire la même chose avec les trois autres images, on va aligner tout le monde vers le haut et ces deux cadres on va aligner vers le haut. On va essayer de sélectionner les trois autres images on aligne comme ça مع le centre ديالهم aligné horizontalement au centre. D'accord, c'est-à-dire être aligné مع هاد ليماج اللي هي au centre. Voilà, donc وهادي حتى هي كذلك alignons au centre وهادو alignons au centre. دابا بقى لي خصني ندير واحد ليسباس اللي هو ايغال بيناتهم. دونك هذاك ليسباس باش يمكن لي نديرو خصني نسيليكسيونيهم. هاد لا بارتي اللي تاليني ليسباس اللي كي سو تروف اونتر لي دو ايماج بغيتو يكون كالكيلي بواحد 0.5 سنتيمتر، هادي ني با اونكور زاكتيف. باش تولي اكتيف خصني نمشي نكليك على واحد ليماج كلي اللي غادي تجمعو عندها. دونك غادي نمشي نكليك على هاد ليماج، هيا فوالا هاد لابارتي ولات اكتيفي، وغادي نمشي نازل 0.5 سنتيمتر 0.5 سنتيمتر و 0.6 ونكليك على هاد لابارتي اللي هي ديستورسيون ديستريبيسيون اوريزونتال دو ليسباس. جو كليك voilà, tu as un espace de 0,6 cm. La même chose à dire, ma les images j'ai on clique à l'image que les légumes on clique à l'aide. La même chose à dire, je sélectionne l'image clé.
D'abord, je vais le faire donc comme ça, enfin de la forme agda verticalement. Voilà, on clique là, hadi, nazil l'image clé. On clique là, hadi. On tient la même chose, hadi, là, ya, nazil l'image clé, là, il dit, et je clique sur l'icône, les voir qui a tenu distribution verticale de l'espace. Avec la distance de 0,6 cm. Je sélectionne l'image et je clique. Donc voilà, on va fermer la palette alignement. Nous on centre les images, le centre du plan de travail de l'Ibhalakda. On jib un outil ellipse. Donc, l'outil ellipse. Voilà la forme d'Airi. On trace la forme de le cercle de l'Ibhalakda. Et pour la déplacer, on a qu'un tracé, on clique sur la barre d'espace. نحاول نتراسي بلا ما كليك على شيفت ما تيهمش يكون سيركل بارفي ولا لا دونك ليسونسييل هو انني نحاول اجيستيهم بحال الشكل هكذا ونخلي شويه لي زيماج باينين من الجنب ديالهم يعني شويه خارجين لي زيماج لي بور ديال هاد لو سيركل ديالي بحال هكذا ومن بعد خصني نسيليكسيوني لي زيماج ديالي وهاد العمليه ما تتم غير لكانوا لي زيماج كلهم انكوبوري سينو ديستورسيون دو لونفلوب ما غاديش تتم بنجاح دونك خصني نسيليكسيوني لي زيماج ديالي وغادي نمشي لو منو اوبجي اي جو كليك سور ديستورسيون دو لونفلوب اي اون فا سيليكسيوني كريي دابري لوبجي او بروميي بلان لوبجي او بروميي بلان اللي هو هاد لو سيركل دونك هنايا لو راكورسي ديالها هي كونترول الت سي غنكليك عليها دونك اون بعد ليماج غادي تاخد ليا لو سيركل ياخد ليا لي زيماج كلهم قلب هاد لو سيركل ويعطيني على شكل 3 دي انا دابا بغيت نزيد ليهم شويه ديال لومب بورتي لومب بورتي موجود كاين في لو منو افي سبيسيال اوم بورتي اي اون كليك سور لومب بورتي هاد لومب بورتي اون فا كليك سور لابيرسو فوالا دونك يزيد لي ليماج ديال واحد الجماليه هنايا شويه لو بوطي بان لي شويه بعيد بزاف نحاول نقص من هاد لي ميزور ديالو سور لاكس ديال لي زيكس اي لاكس ديال لي زيكريك دونك غنكليكي سور 02 غنديها نردها ل 02 وهنا كذلك 02 فوالا اي جو فاليد فوالا تنتمنى الدرس ديالي يكون عجبكم والى الدرس المقبل ان شاء الله ولا عجبكم الدرس ديالي ديروا لايك ومرحبا بكم عندي في الدروس ديالي ان شاء الله تبارك الله عليكم